أعلنت وزارة التجارة والصناعة تحرير 17 محضر ضبط لمحال تجارية مخالفة وإغلاق 3 محال أخرى لعدم الالتزام بالقوانين والقرارات المعمول بها بشأن الإجراءات المعنية لمواجهة تداعيات انتشار عدوى كوفيد-19. وقالت الوزارة أن فرقها التفتيشية رصدت 71 جمعية تعاونية وسوقا مركزيا ومحالا تجارية وبسطة للخضروات للوقوف على مدى التزامها والمحافظة على ثبات أسعار المنتجات، مضيفة أن الفرق التفتيشية راقبت 80 فرعا تمويليا للتأكد من مدى انسيابية سير عمليات البيع وتسليم المواد الغذائية لمستحقيها.